مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح أختي فلاحة، في حلقة اليوم خاصة بتقنية تقليم الصيانة والإثمار وتجديد الأشجار الرمان، ففي الغالب كنزبر الرمان في فصل الخريف والشتاء حسب كل منطقة والمناخ ديالها. في المناطق اللي المناخ فيها معتدل ممكن نبداو بدو جنبر، أما في المناطق اللي المناخ ديالها بارد من الأفضل نتسناو حتى تفول السمرة. فتقليم الصيانة والإثمار كيدوم طول عمر الشجرة، ممكن نقوم بتقليم التقويم للشجر إلى ما تكونش في صغر، وكذلك يمكن نقوم بتقليم التشبيب إلى دعات الضرورة للشجر الموسين واللي باقي الجذع ديالو صاين. أخي الفلاح أختي فلاحة، تقليم الصيانة والإثمار هو مجموعة ديال العمليات اللي كنقوموا بها كل عام على شجرة الرمان كل عام، والغرض منها هو باش ننقيو الأشجار من الأغصان اليابسة المهرسة والمريضة والمتحكة بعضياتها. وهنا لازم نحتافظوا على أغصان السنة السابقة ونقربوها من الركائز والأفرع الأساسية، وهذا كيسهل التهوية ودخول أشعة الشمس والإظهار ونمو الفاكهة. ومن الضروري نشجعوا نمو الأغصان الجديدة ونحتافظوا على الأغصان المثمرة، وفي نفس الوقت يمكن نقوموا بعملية تخفيف لبعض المجموعات ديال الأزهار والثمار. فعملية تقليم الصيانة والإثمار كتساهم في نمو متناسق ديال الأغصان الموسم القادم، وبالتالي في الحد من ظاهرة التناوب. والتقليم ديال الصيف كيعطي الفرصة للفلاح باش يصحح ويدارك أي غفلة أو أخطاء أو تشوهات اللي ارتكبها الزبار في التقليم الشتوي. أخي الفلاح أختي فلاحة، وبالنسبة للتقليم التجديد فمجموعة ديال العمليات اللي كنديروها في حالة الشجر ديال الرمان إلى ما تمش التكوين ديالو في السنوات الأولى بعد الغرس واللي كبر بطريقة عشوائية، وكيهم كذلك الشجر اللي كبر ونقص الإنتاج ديالو نظرا لقلة الأغصان والبراعم. وكنقاسم التنوع ديال الزبارة لتقليم التقويم وتقليم التشبيب. وتقليم التقويم كيهم إعادة الهيكلة ديال الأشجار اللي كبرات بشكل غير مناسب، وهنا كنتدخلوا بهدف نصحوا ونعطيو للشجرة فرصة جديدة للإنتاج، وبالتالي كيساعد هذا التقويم في تمديد فترة إنتاجية الشجرة وإنتاج فاكهة غليظة وبجودة جيدة، وكيسهل دخول الضوء المبيدات وكيقلل من تواجد الأمراض والحشرات. وبالنسبة لتقليم التشبيب فكيتم إعادة تشكيل الشجرة من جديد عن طريق القيام بتشديب قوي كيمس قواعد الشجر وإعادة التكوين ديالها من جديد، ولكن في حالة الأشجار المسنة بزاف من الأحسن إعادة الغرس من جديد. وفي الأخير نذكرك أخي الفلاح أختي الفلاحة باللي كل ما قدمناه كيبين باللي التقليم ديال الرمان ماشي عملية سهلة وكتطلب سنوات ديال الخبرة ويد عاملة مكونة مزيان، ويمكن لك تطلب مشورة من اختصاصيين في التقليم. ومبادرة المثمر بالمهندسات والمهندسين ديالو كيعملوا جاهدين في هذا الميدان وفي مناطق قريبة من العالم القروي، ورهن إشارات المتتبعين. والله المعين. مع دقيقة المثمر اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.